إنما الذي له قدر ما جعل له الشرع قدرا، وهي الكعبة المبنية على حسب ما جاءت به النصوص مما جعل لها من قدر. ونحن إنما نفعل ما نفعله عند الكعبة إنما هو تعظيم لله لا تعظيما لها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا إسناده لا بأس به إن شاء الله تعالى. وعمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال عن الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك.